Lord have mercy. تعاذن بالمرح مرافقتش فيه من زعانه وانم كل مرض وكل سكم روح الامراض ترد والذين ابطاهم مطرحين في الامراض كم معزيم والمعذبين روح انك ساعتكم جميعا الذين في السجون والمطابق الذين في النفس المقبوض عليهم في عبودية المرة يا رب اعتقهم جميعا وارحمهم لانك انت لست حل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين اعزاء سائر القلوب منا الذين في العاصف كل نفس متضايقه والمقبوض عليها اعطي يا رب رحمات يعني حات برود اعطي يعني نعمات خلص اغفر خطايا واثامي ونحن يا رب امراض نفوسنا شفيالات الاجسادنا عافيه ايها الطبيب الحقيقي الذي انفسنا واجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك يا رب نسأل أنت من صلاحك يا محب البشر يا اذكر يا رب أبانا أخواتنا المسافرين الذين يضمنون السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين كان في البحارة والأنهار والبحيرات والطرق المسلوكة والجو السالكين بكل نوع كل أحد بكل موضع ردهم إلى من الهادي من الخلاص تفضل يا رب اسحبهم في الأقلاع واسحبهم في المسير ردهم إلى زاويهم بالفرح فرحين بالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح ونحن يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقضاء يا رب بالنعم Let us praise with the angels, saying, Glory to God, in highest peace and earth, and good watchword. We bless you, bless you, we serve you, worship you, we confess to you, we glorify you, we give thanks to you for your great glory. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, Holy Born Virgin, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, Holy Crucified for us, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, rose from the dead, ascended to heaven, have mercy on us. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and the age of ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, forgive us our sins. O Lord, forgive us our iniquities. O Lord, forgive us our trespasses. O Lord, for his sake, if your people, for his sake, if for me, our Father, and prison of fallen sleep. O Lord, repose our souls. Or has a sin, have mercy on us, or has a sin, help us, and receive our supplications for your glory, dominion, and holiness. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, bless us. Amen. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Christ Jesus, our Lord, for the name of the kingdom, the powers of glory forever and ever. Amen. Rabbi Christos, Jesus, Ben Choice, Amen. Alleluia. Sharing it into your races, O Abis Minoti, and Barsin, since Saint Eventi must notice Muffin Bechristos. Share Satos Missin on in Bioin in Taf, me Bechristos, Ben Noti, Parsinosis, O Ab. Ti Parsinos Mariam, T Sotokos, O Ab, T Bursatis into Hot in the beginners into Timitromi. Cherineo tibar senos tiora emin elisini Cherib shoshon teben genos arek fonon emenu il Asome wa salahumma khalas nifusna wa tahara walbi Humma lazan yurdiyan Allah أسم هو الذي رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود ونحن أيضا فلنصوم بطهارة وأبر ونصلي صارخين قائلين
مكتوبك أنت يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الرحيم. الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأرض كمثال نوح. وأنت أيضا يا رجائنا اليمام العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك. فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين. السلام لك أيتها العذراء المرحقة الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. سبع رؤساء ملائكة وقف يسبحون أمام الضابط الكل يخدمون السر الخفي. سوري الصداقي الصراطي الوناني هؤلاء المنيرون العظماء الأطهار يطلبون منه عن الخالقة. الأربعة والعشرين قسيسا في كنيسة الأبقار يسبحون بلافت صارخين قائلين. قدوس الذي لا يموت بارك ميراثك ولتكن رحمتك وسلامك حصنا لشعبك. إذا ما قالوا الليلويا يتبع من السمايين قائلين قدوس أمين الليلويا مجده هو ليلهنا. لم يقم في مواليد النساء من يشبهك أنت عظيم في جميع القديسين يا يوحنا المعمدان. شاهدت للنور الحقيقي الذي آتى إلى العالم والذين يؤمنون باسمه صاروا أبناء النور. سبهام بشيسارية جون بنيوت سوى بي روب سلطي صابادا في ببروفيتي سنتفكان النوفي نانيفول. اطلبوا من الرب عنا يا سادتي الاباء الرسل والاثنان والسبعون تلميذا ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا ايها الشهيد المجاهد سيد الملك جيورجيو ليغفر لنا خطايانا. شوبين سوري سمسيغون خني ماتشو سين تاركين خيتوت ان شايسن افترين سيوتو كوست يمبر سنسين سيين يفين. شيري نيو تي برسين سيورين من آلي سيني شيري بشوشن تي بن جينس عريك فونان إمانويل. We exalt you, the Mother of the True Light. We glorify you, Saint Theotokos, for you have brought forth unto the Savior of the whole world that he came and saved our souls. Glory be to you, our Master, our King, Christ, the Pride of the Apostles, the Rite of the Martyrs, the Joy of Righteousness, the forgiveness of sins. We proclaim the Holy Trinity in one Godhead. We worship him, we glorify him, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord bless. Amen. We believe in one God, God the Father, the Mother, Creator, Creator in heaven and earth, and all things seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before ages, light of light, true God, begotten, not created, because sin shall lose the Father, but whom all things from me.
who for us men and for our salvation came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and Virgin Mary, and became man, and was crucified for us on Pontius Pilate, suffered and was buried in the city of Jerusalem, that did according to scriptures, ascended into heaven, he sits on the right hand of his Father, he's coming again, his glory shall be living and dead, his kingdom shall have no end. Yes, who believe in the Holy Spirit is the life giver, who proceeds from the Father, who himself is his worship, and glorified, spoke by the prophets, one holy Catholic, Apostolic Church, we confess and one baptism, the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and life, the age to come. Amen. Your mercy upon us, have compassion upon us. Amen. Hear us. Amen. Bless us, keep us, and help us. Amen. فكنا يأتينا إلى الماء واملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن فجاء الرعاة وطردهن فقام موسى وأجدهن وسقى غنمهما فلما رأى جئنا إلى رعوئيل أبيهم فقال ما بالكم أسرعتنا في المجيء اليوم فقلنا إن رجلا مصريا خلصنا من أيدي الرعاة وأنه استقى لنا وأيضا وسقى الغنم فقال لبناته وأين هو لماذا تركتم الرجل ادعونه ليأكل طعاما مجدا للثالوث القدوس طلع الخرفين حيثما تساق وحرب السمان تأكلها الغرباء ويل الجاذبين الاسم بحبال البطن اكلينو من طاوناتا Anesto men e clino men tagonata. Che anesto men e clino men tagonata. Ayo attawil lana kathira rahmat bil salatna talbatna minna wa abtahanna wa tubatna wa a'tarafna ala mazbahak al muqaddas ghayr al danis al samai fan nastahiq sama' anajilak al muqaddasa ونحفظ وصاياك وأوامرك ونثمر فيها 160 و30 بالمسيح يسوع ربنا صلوا من أجل الأحياء يا رب ارحم Remember, O Lord, the sick of your people. You have visited them with mercies and compassion. Heal them. Pray for the sick. Lord, have mercy. Remember, O اذكر يا رب أبانا أخواتنا المسافرين ردهم إلى أوطانهم بسلام وعافية صلوا من أجل المسافرين يا رب ارحم اكلينو من تغناطة أنستو من اكلينو من تغناطة كي أنستو من اكلينو من تغناطة Remember, O Lord, the air of the heaven and the fruits of the earth. Bless them. Pray for the good air and the fruits of the earth. Lord, have mercy. اذكر يا رب مياه النهر باركها سعدها كمقدارها كنعمتك صلوا من أجل صعود مياه الأنهار وارتفاعها كمقدارها يا رب ارحم Remember, O Lord, the seeds, the herbs, and the plants of the field. Bless them. Pray for the good rain and the plants of the earth. Lord, have mercy. Eklinu min tagunata. Anestu min eklinu min tagunata. Ke anestu min eklinu min tagunata. اذكر يا رب خلاص الناس والبهائم صلوا من اجل نجاة الناس والدواب يا رب ارحم
Remember, O Lord, the salvation of this your holy place, and every place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the salvation of the world and of this city of ours. اذكر يا رب رئيس أرضنا عبدك احفظه في سلام وعدل ومقدرة. صلوا من أجل ملوكنا محب المسيح. يا رب ارحم. اكلينو من تغناطك. أنستو من اكلينو من تغناطك. كي أنستو من كلينو من تغناطة. Remember, O Lord, those who are in captivity, save them all. Pray for those who are in captivity. Lord, have mercy. اذكر يا رب أبانا أخواتنا الذين رقدوا تنيح في الإيمان الأرثوذكسي، نيح نفوسهم أجمعين. صلوا من أجل المتنيحين. يا رب ارحم. Remember, O Lord, those who have brought to you these gifts, those on whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought, give them all the heavenly reward. Pray for the sacrifices and the offerings. Lord, have mercy. Eklino men tagonata. Anesto men eklino men tagonata. كي أنستو من كلينو من تغناطة. نيمان افنوتي ووه نيمان. اذكر يا رب المتضايقين في الشدائد والضيقات، خلصهم من جميع شدائدهم. صلوا من أجل المتضايقين. يا رب ارحم. Remember, O Lord, the catechumens of your people, have mercy upon them. Pray for the catechumens. Lord, have mercy. ثبتهم في الإيمان بك كل بقايا عبادة الأوثان، انزعها من قلوبهم ناموس خوفك وصاياك حقوقك، أوامرك المقدسة ثبتها في قلوبهم، أعطهم أن يعرفوا ثبات الكلام الذي وعظوا به وفي الزمن المحدد، فليستحق حميم الميلاد الجديد لغفران خطاياهم، استعدهم هيكلا لروحك القدوس. صلوا جميعا يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا. Irini pasi, O Master Lord Jesus Christ, our God, who said to us, "Holy, honor the disciples and holy apostles, many prophets and righteous men desire to see the things which you have not seen them, and to hear the things which you have not heard them." But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to the holy gospels. Through the prayers of your saints. Lord, have mercy. Remember also our mercy, those who have hidden us, to remember them in our supplications and prayers, which we offer up unto you, O Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them, those who are sick, heal them. For you are the life of us all, salvation of us all. Hope of us all, healing of us all, and the resurrection of us all. Amen. خن ابراهيم في سنتين قوم كريم فلوق سنك تو كاتم الثيون عجي وفنجلي تو انا نظما Stand up with the fear of God. Let us listen to the Holy Gospel, a chapter from the Holy Gospel according to St. Matthew. May his blessings be with us all. Amen.
From the Psalms of our teacher, David the prophet and the king, may his blessings be with us all, amen. For they are stronger than I. They prevented me in the day of my affliction, but the Lord was my stay. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord God, Savior and King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom is the glory forever and ever. Amen. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. But assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one lit or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Glory be to God forever. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom comes, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thy is the sword of the king, the power of the glory forever and ever. Amen. الوحيد وكلمة الله الآب الذي قد تعقل وبتت خطايانا من قبل ألام المخلص المحيي الذي نفخ في وجه تلاميذ الرسول الأطهار وقال لهم اجبروا الروح القدس من غفرتهم لهم خطيئة فرت لهم ولم سكتموا عليهم سكت أنت الآن يا سيدنا من قبل الرسول الأطهار عامة الذين يعملون في الكنوت في الكنيسة المقدسة في كل زمان أن يغفر خطايا الأرض ويربطوا حلوك ويربطوا تنزل من الناس الأطل من صلاحك يا محب البشر عبيدك أبائي وأخوتي وضعفي نحن منحني بسم مجدك المقدس ارزق رحمتك تعالى كل خطايانا كنا قد اخطانا ليك بشيء بعلم وبغير علم سواء كان بالفعل او بالقول بجزع قبل بصغر النفس فانت العارف ضعف البشر كصالح حكم البشر اللهم انعم علينا وفرنا خطايانا باركنا وطهرنا وحللنا وحال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا ارضك المقدسه لان وليك بك المجد والكرامه العزيز كل ما بك الصالح والروح القدس المحب سولا الان وكل اوان ولا دار كلها امين. الله يترافع علينا يا رب خلي الشعب بارك الليل ويا زك سبت بالسؤالات Jesus Bechre, the eighth of Ernest, Vina Regon, Vena Hon, Vena Gorsham Tiff, so Tiff and Nano, Sotimon, one I non, Kirielaison, Kirielaison, Kiria, Flogison, Aminus, Moerois, Moero, Timmy Tanya Coni, Evil Gombiesmo, Berusus Benoti, Aminus, O King of Beasts, grant us your beast, service for us your beast, and forgive us our sins. For yours is the power, the glory, the blessing, and majesty forever and ever. Amen. Make us all worthy to breathe. Thank you for our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. Forgive those who trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Christ Jesus, our Lord, for thy kingdom, the power, the glory forever. Now the love of God the Father, the grace of his begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, the gift and the communion of fellowship of the Holy Spirit be with you. Be in peace, and the peace of the Lord be with you. And also with your spirit.
comes, it will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and شويسنينين بشويسنينين خينا فراني مبيوتني مبشيريني ببنمائي الثواب ونوتي نوتي أمين زوك سابة تريك ايوك ياجي بنماتي كنك ايك الساسيون السوني نون أمين. صلاة وتسبحة الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا، وانا أرجو أن يغفر لنا خطايانا كثيرة. مزمير 30 معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين. يستجب لك الرب في يوم شدتك ينصرك اسم الحق. أعظمك يا رب لنا. فاض قلبي بكلام صالح يا خبر الملك. Doxas, O Simon, holy, 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 the gospel according to St. John the Evangelist. May his blessings be with us all. Amen. To all things that I have said unto you, my peace I leave with you, my peace I give unto you. I will give unto you, not as the world gives, do I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If you love me, you would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. And I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass, you might believe. I will not talk much with you, for the prince of this world comes and is nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandments, so I do. Arise, let us go from here. I am the true vine, that my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me and I in you. Deno shemok bechristos bekiut rasos nembevnamai thuweb. Jeaki exotemon nainan your Holy Spirit urodom send force upon your holy disciples and our apostles. In the third hour do not take away from us, O God, one but renew within us, create in me a clean heart, O God, and renew us steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, and do not take your Holy Spirit away from me. O Lord, do send down your Holy Spirit upon your holy disciples on our apostles in the third hour. Do not take him away from us, O good one, but we ask you to renew him within us, O Lord Jesus Christ, Son of God. The word that satisfies a life-giving spirit, a spirit of prudence, chastity, a spirit of holiness, justice, and authority. O the Almighty One, for you are the light of our souls.
O who shines upon every man that comes into the world, have mercy on me. O Theotokos, you are that true vine who bore the cluster of life, we ask you, full of grace. Bless the apostles for the salvation of our souls. Blessed is the Lord our God. Blessed is the Lord day by day. He prepares our way, for he is God of our salvation. O heavenly King, the Comforter, the Spirit of Truth, who is present in all places and fills all the treasury of good things and the life giver, graciously come and dwell in us and purify us from all the defilement, O God, good one. And save our souls. Just as you were with your disciples, O Savior, and gave them peace, and graciously come also and be with us, and grant us your peace, and save us, and deliver our souls. Whenever we stand your holy sanctuary, we are considered standing in heaven. O Theotokos, you are the gate of heaven. Open for us the gate of mercy. O Lord, hear us and have mercy on us and forgive us our many sins. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 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 Holy, holy, holy. He was asked for having a hell of our harsh tribulation by you, absolved, forgiven, and met, O God, out of the vision, and those who committed only, and those 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 committed only, and Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom comes, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Christ Jesus, our Lord, for thee, in the kingdom, the power, the glory. The prayer of the 6th hour of the blessed day we offer to Christ, beseeching him, forgive us our sins. From the sons of our Father David the prophet, may his blessings be with us all. Amen. Well, according to St. John Matthew the Evangelist, may his blessings be with us all. Amen. And seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you, and say all kinds of evil against you, falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house.
Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Jack exotim unainan, oyo in the 6 day and the 6 hour was nailed to the cross. For this in which our father Adam dared to commit in paradise, tear the handwriting of our sins, O Christ our God, and save us. I cried to the Lord, and he heard me. God, hear my prayer, and do not refuse my petition. Be attentive to me, and hear me in the evening, the morning, and midday. I say my words, and he hears my voice, and deliver my soul in peace. إلى تذكر أحكامك السماء كرفتك. Since we have no favor nor excuse nor justification because of our many sins, we through you implore to him who was born of you, Theotokos the Virgin, for abundant and acceptable is your intercession with our Savior. O pure Mother, do not exclude sinners from your intercession with him you have bore. For he is merciful and able to save us, because he suffered for us to deliver us. Let your compassion speedily reach us, for we are exceedingly humbled. Help us, O God, our Savior, for the glory of your holy name. O Lord, deliver us and forgive us our sins for the sake of your holy name. Salvation in the midst of all the earth, O Christ our God, as you stretched your holy hands on the cross, therefore all nations cry out, saying, Glory be to you, O Lord. We worship your incorruptible person, O good one, asking for the forgiveness of our sins, O Christ our God. For of your will you were pleased to be lifted up onto the cross, deliver those whom you created from the bondage of the enemy. We cry out and give thanks to you, for you have filled all with joy, O Savior. When you came to help the world, Lord, glory be to you. You are she who is full of grace, O Theotokos, the Virgin. We praise you for the cross of your Son. Hades fell down and death was abolished. We were dead, but we are raised and became worthy of the eternal life and gained the light of the fairest paradise. Therefore, we thankfully glorify the immortal Christ our God. O Lord, hear us and have mercy on us and forgive us our many sins. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 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 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Holy, holy, holy. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom comes, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and forgive us our trespasses against us, and lead us not into temptation. One Christ Jesus, our Lord, proclaim the kingdoms and powers of glory. بشرسن اينان بشرسن اينان خنفران مبيوتن مبشيرن ببنو ماي ثواب ونوتن اوتا مين زوك سابة ريكا ايو كي اوغي نمواتي كنين كاي كسوسي ونسو نون امين. The prayer of the ninth hour of the blessed day we offer to Christ, beseeching him forgive us our sins, from the sons of our father David the prophet, may his blessings be with us all. Amen. سبحوا الرب تسبيحا جديدا.
Doxa si osi osimon holy, 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 the gospel according to Saint Luke the Evangelist. May his blessings be with us all. Amen. لما رجع الرسل حدثوا بما فعل فأخذ الماء ودخل عنه في رب مدينة تسمى بيت السيدة فلما علمت الجماعة تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم كان نهار قبل الأيامين فتقدم إليه الاثنى عشر قالوا له اصرف الجماعة ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقوا ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع قفر قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعا كان نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50 50 فعلوا هكذا وأتكوهم أجمعين أخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع فأكلوا جميعا ما شبعوا ثم رفع ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة. O who tasted death and flesh in the ninth hour, for our sake we the sinners, put to this our carnal lights. O Christ our God and deliver us, let my supplications draw close before you, O Lord, according to your word give me understanding. Let my petition come before your presence, according to your word revive me. يا من سلمت الروح في يد الآب عندما علقت على الصليب في وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تغفل عني الصالح ولا ترزني أنا الضال بل قد نس نفسي وظيفمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية لكي ما إذا زقت مع أحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فطور مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجنا you who was born of the virgin for our sake and endured crucifixion O good one and abolish death by your death and manifested resurrection by your resurrection. O God, do not turn away from those who have you have created with your own hands, but manifested, O good one, your love for mankind, accept from your mother and your intercession on our behalf. Deliver, O Savior, a humble people. Do not leave us to the end. Do not forsake us forever. Do not break your covenant and do not take away from us your mercy. For the sake of Abraham, your beloved, Isaac, your servant, and Israel, your saint. لما أفسر الليس رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لو أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما كانت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل أي اعتراف لسه على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك كينيك عليك عندما نظرت الوالدة الحمل الراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله والخلاص وأما أحشائي فلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي O Lord hear us and have mercy upon us and forgive us our many sins Amen Kyrie eleison 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 Holy 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 Lord of hosts Kudus 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 Rabbi Sabbath Mercy on us Lord God of hosts Mercy on us Lord God of hosts Jesus for you have no help and hardship to reach and believe in the Lord give your name God and your church and the churches committed and one of the angels committed and one of the those who committed and all the angels committed and one is the head and the manifest is the Lord forgive
Let it be according to your mercy, O Lord, and according to our sins. Our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Christ Jesus our Lord, for thine the kingdom, the powers of God. صلاة وتسبيحة الغروب والنوم من النهار مبارك من قدم المسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة مزامير ترتيب معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين. سبحوا الرب يا جميع الأمور تبارك في الشهر. Holy, 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 the gospel according to Saint Luke, the Avengers, may his blessings be with us all. Amen. And he arose out of the synagogue and entered into Simon's house, and Simon's wife's mother was taken with a great fever. And they requested him concerning her, and he stood over her and rebuked the fever, and it left her, and immediately she arose and served them. When the sun was setting, all those who had any sick with diverse diseases brought them unto him. And he laid his hands on every one of them and healed them. And the devils also came out of many, crying out and saying, You are Christ, the Son of God. And he rebuking them and did not allow them to speak, for they knew that he was Christ. لما احتمل لضعف بشرياتي لكن انت الله الرحوم احسبني مع اصحاب الساعه 11 لاني هزم الاسلام الحب لبي وبالخطايا ولدتني امي فما اكثر ان انظر الى علو السماء لكن يتكل على غنى رحمتك ومحبتك البشر صارخا قائلا اللهم اغفر لي انا الخاطي وارحمني اسرع لي مخلص فتح الحدان الابويه لاني افنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات وقد فالان اتكل على غنى رحمتك التي لا تفرق فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك لاني اليك اصرخ يا رب تخشع اخطات يا بتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا بل اجعلني كاحد اجراء every iniquity I did when burdens and activity and every sin I commit with eagerness and diligence and of all torment and judgment I am worthy therefore prepare for me the way of repentance. O Lady, the Virgin, for to you I appeal, and through you I seek intercession, and upon you I call to help me, lest I might be unto shame, and when my soul depart, my body attend to me, and defeat the conspiracy of the enemy, and shut the gates of hell, lest they might swallow my soul. Ill you blameless pride of the true bridegroom. Holy God, holy mighty, holy more was born of the Virgin, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy martyr was crucified for us, have mercy on us. Holy God, holy mighty, holy martyr rose from the dead and ascended to heaven, have mercy on us. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and ever, and into the ages. Amen. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us. O Holy Trinity, have mercy on us.
O Lord, forgive us our sins. O Lord, forgive us our iniquities. O Lord, forgive us our trespasses. O Lord, for the sake of your holy name, our Father, and praise and our fallen to sea. O Lord, repose our souls. Glory to us and have mercy on us. For yours the glory, the dominion, the holiness. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless us. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom comes. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us into temptation, but deliver us from evil one. Christ Jesus, our Lord, for thine the kingdom's of powers of glory forever and ever. Amen. Doxasi osi osimon. Holy, 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 the gospel according to St. Luke, the evangelist. May his blessings be with us all. Amen. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just in the vow waiting for the consolation of Israel. And the Holy Spirit was upon him, and it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen Christ the Lord. So he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you're letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of all peoples, a light for the revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel. أول مرتعد من كثرة ذنوبي لأن عمرك مقدم في الملائكة يستهوي دينونا لكن توبي نفسي مدمت في الأرض ساكنة لأن تروح في قبر لا يسبح ولا يسف الموت من يذكر على في الجحيم من يشكر بل إن هدي مرقادي كسر طرع المخلصك بالتوبة قال أن اللهم ارحمني وخلصني لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت فعلك رديء أو شر قبيحة من دين العادل فأي جواب توبين بي أنت سيختار مطرح في إقضاء جسم تهاونة يا المسيح لأن كرس حكمتك مرهوب أفزع لمجزر أنت أخشع ورنور شعرتك أجزع أنا أشرق من دارن سراوك على فراش متهاون في حياتي لكن يتخذ صورة العشار كار عن صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطئ كنين كأيك سوسيون السونيون آمين يا العذراء الطاهرة زبلي زلك السير منعد عبدك وبعد الأمواج الأفكار رديئة عني ونهد نفسي مريضة للصلاة والسهر لأن استغرق في سبات عميق فإنك أم قادر رحيم وعين واتر موالحة ملكي ولا يسوع المسيح رجائي علينا ربك مستكنا عليك من عن كرة رجاك لك بتعطيهم تمام في حين يا الله مخلصنا يا رب أنت يا رب تحفظ جهاز الجيل يا رب أني بارك أنت رب أنا بارك أنت رب أني حوى بارك أنت رب أنا ليبر يا رب رحمتك دائما أمال يا ديك رب لا ترفض سرط الملجان من جيل لجيل أنا صرخت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فين أخطأت لي يا رب ارتجعت لي فخلصني علي من أصنع مشيتك لأن أنت هو لي عين نور لك وبرك مستقيم القلوب لك تكبر الحفظ لك تكبر الحفظ لك تكبر الحق في كل ليلة قدوس الله قدوس القلب قدوس الحياة التي مرنا عزرنا قدوس الله قدوس القلب قدوس الحياة صلب عن مرحمنا قدوس الله قدوس القلب قدوس الحياة زمن قامنا ما تسعنا من الآب والإبن الرحمة قدوس الحياة سبت قدوس الحمد سبت قدوس الحمد سبت قدوس الحمد سبت قدوس الحمد سبت قدوس الحمد. We exalt you as a mother of true light. We glorify you, saints, as ghosts, for you have brought forth unto the Savior, the Holy Lord. He came and saved our souls. He, glory to be a master of kings, the Christ, the pride of the apostles, the crown of the martyrs, the joy of righteousness, the forgiveness of sins, hope between the Holy Trinity and one Godhead. Worship him, glorify him. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless them. We believe in one God, God the Father, the Father, the creator in heaven and earth, seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, co-essential of the Father, behold, and sings for me, both for us men and for our salvation, came down from heaven, was incarnated of the Holy Spirit, Virgin Mary, and became man, and was crucified for us, and spun by, let's suffer, and was buried on earth. Sin, and he sits on the right hand of his Father. He's coming again. His glory is of the living and dead, whose kingdom shall have no end. Yes, who believe in the Holy Spirit, the Lord, the life giver, who proceeds from the Father, who was the Son of worship and glorified, who spoke by the prophets, and one holy Catholic Apostolic Church. We confess in one baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and life of the age to come. Amen. We look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. O Lamb of God, who carries the sin of the whole world, have mercy on us and hear us. And forgive us our many sins. Amen. Kyrie eleison,
Kyrie eleison. In Hebron, his mortal death, the Lord of Amen, his mortal death, and the Messiah, his mortal death, his mortal Kyrie eleison, 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 Kyrie heaven and earth, your glory and honor, have mercy on us, O God the Father. O Lord, have mercy on us, O Lord, God of hosts, be with us, for we have the help of our hardship, delusion by you. Absolve, forgive, and remit, O God, our transgression, which was committed, unwillingly, which was committed, unwillingly, in the manifest, Lord, forgive, shake, hold me, and shake, love on us, Lord, be according to your mercy, Lord, not according to our sins. مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين. Remember, O Lord, those who have brought you these gifts, those on whose behalf they have been brought and those by whom they have been brought, give them all the heavenly reward. Seven, three, K, A, O, K, I.
Trace ben noti. Rose of Exhausti. Emi noti pi pantocrator. If you tem ben choice, o ben noti ben sotirisos. Be echerestos nashkorak. Ala kulla halin, woman egle kulla halin. وفي كل حال لأنك أسرتنا أنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وأنضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة اطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسو كل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين إن زعها عنا وعن سائري شعبك وعن هذه الميدة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه يا رب لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى عقارب وعلى كل قوات العدو صوتي صامن كتو ابن ما آتي إيسو نفس انتي خنيتو إيسو أبشوي سمين تني ما إن شو بيتير تيكو أفساجي إزبتين هان في أوي إفتايون تيباكي إنت إفنوتي الليلو سيون تي مفناغوز جي أورو مينم أوروم أفشو بيين خيط الله إنصف بيت تشوسي أفهي سنتي همو شايني الليلو يا إكلين ومين تاوناتا أنستو مين إكلين ومين تاوناتا كي أنستو مين إكلين ومين تاوناتا Oh.
عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الشمامسة والإكليس وكل الشعب وضعفي فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس ومن فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أفواه الإثنى عشر رسول ومن فم ناظر إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويروس معلمنا ديسكورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس البابوتروس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذابيل فم والقديس كروس والقديس باسيلوس والقديس غروريوس ومن أفواه 318 المجتمعين بنيقيا والمائة والخمسين بقسطنطينية والمائتين بأفسس ومن فم رئيس الكهنة البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا جابرييل ومن فم حقارة لأن مملوء مجدا هو اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر دهور كلها آمين. Called to be an apostle, appointed to the gospel of God, now drafted from the epistle of our teacher Paul to the Romans, may his blessings be with us. Amen. Amen. What advantage then has the Jew, or what is the profit of circumcision? Much in every way, chiefly because to them we were committed to the oracles of God. For what
if some did not believe, will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar. As it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? Is God unjust who inflicts wrath? I speak as a man. Certainly not. For then how will God judge the world? If the truth of God has increased through my life to his glory, why am I still judged as a sinner? And why not say, let us do evil that good may come, as we are slanderously reported, and as some affirm that we say, their condemnation is just. What then? Are we better than they? Not at all, for we have previously charged both Jews and Greeks, and they are under sin. As it is written, there is none righteous. No, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all done out of the way. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. Their throat is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. The grace of God the Father be with you all. الكاس اللي يكون فصل من رسالة معلمنا ماري يوحنا الثانية بركاتها تكون معنا جميعا هي باقي واخد أمين. فانظروا إلى أنفسكم لألا تفقدوا ما عملتموه، بل تنالوا أجرا تاما. كل من يتعدى ولا يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن. ومن يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلاما، لأن من يقول له سلاما فهو شريك له في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثيرا لأكتبه إليكم، لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن أراكم وأتكلم فمن لفمن لكي يكون فرحكم كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. لا تحب العالم والأشياء في العالم، فالعالم يزول وشهواته معه، ومن يصنع مشيء رب يدوم إلى بد. أمين. Oh.
acts of our fathers, the apostles, may their holy blessings be with us all. Amen. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, but it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things. And the young man arose and wrapped him up and carried him out and buried him. Now it's about 3 hours later when his wife came in, not knowing what happened. And Peter answered, and tell me whether you sold the land for so much. And she said, yes, for so much. Then Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young men came in and found her dead, and carrying her out, buried her by her husband. So great fear came upon all the church and upon all who heard these things. The word of the Lord shall grow, multiply, be mighty, and be confirmed in the Holy Church of God. Amen. الحادي عشر من شهر مبرمهات المبارك أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم في دوة من المغفور خطايا والأثام والذلات من قبل مراحم الرب يا أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس باسيلاوس الأسقف في اشترى هذا القديس بحياة التقوى والقداسة فرسمه القديس هرمون بطريرك أورشليم أسقفا عاما سنة 298 ميلاديا مع عساقفة آخرين ليكرزوا ببشارة الملكوت في البلاد التي لم يصلها الإيمان. كرز هذا القديس في بلاد كثيرة، ولما دخل مدينة شرسونة ببلاد الشام ودعا أهلها للإيمان، آمن على يديه بعض منهم وغضب البعض الآخر فثاروا ضده وطردوه، فخرج وعاش في مغارة خارج المدينة مداوما على الصلاة إلى الله لكي ينير بصيرتهم ويؤمنوا بالسيد المسيح. وبسماح من الله مات ابن الوالي المدينة وكان وحيدا له، فحزن عليه كثيرا. وحدث في الليلة التي دفن فيها أن رأى الوالي في رؤيا ابنه واقفا وهو يقول: استدع القديس باسيلاوس وسأله أن يصلي للسيد المسيح من أجلي، فإني في ظلمة عظيمة. فاستيقظ الوالي من نومه وأخذ عظماء المدينة وأتى إلى مغارة القديس وطلب منه أن يدخل المدينة ليصلي من أجل ابنه. فذهب معهم وصلى صلاة قوية، فقام الولد حيا بقوة الله، فآمن الوالي وكل من معه واعتمدوا على يد القديس. ولما رأى اليهود ذلك حسدوا القديس مع جماعة من غير المسيحيين ووثبوا على القديس وضربوه وجروه في المدينة حتى فاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة. بركة صلاته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا من سنة 212 ميلاديا تناحى القديس نرسيس أسقف أورشليم. كان هذا القديس مشهورا بغيرة الرسولية والقداسة والخطابة، فاختاروه أسقفا على أورشليم. فراح رعيتي وقادهم في طريق البر حتى حسده الشيطان وحرك عليه بعض الناس الأشرار، فألصقوا به اتهامات باطلة وأسندوها إلى 3 شهود زور. ولما رأى الأسقف ذلك زهد في العالم وترك أسقفيته واعتزل في البرية مستسلما لإرادة الله دون أن يعرف أحد مكانه. أما الذين شاهدوا عليه زورا فعاقبهم الله بأن احترق منزل الأول وضرب الثاني بكروح في جسده وفقد الثالث بصره. فتحقق المؤمنون من براءة أسقفهم وبحثوا عنه حتى وجدوه وسألوا بإلحاح أن يرجع إلى كرسي، فعاد معهم ووصل جهاده وتفانيه في سبيل خدمة النفوس. وقد رد بوعظه وخطبه البليغة كثيرين للإيمان بالسيد المسيح، كما أجرى الله على يديه آيات عديدة. وبعد أن أكمل سعيه الصالح تنايم بسلام. بركة صلاته فلتكن معنا وربنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين. Agios asanato o ekvarseno genetis eleison imes. Agios osios agios yesheros
Agios asanatos o anastasis ton necro ke anelson Iestos oranus en eison imes doxere triteion ke agios nel mati genin ke aikestos i onaston i onon amina getrias en Iripasi etob nevmati. O Mass of Lord Jesus Christ, our God, who said to Siliar, the servants and holy apostles, many prophets and righteous men desire to see the things which they have not seen them, and to hear the things which they have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to holy gospels, through the prayers of your saints. Lord, have mercy. Remember also our Master, all those who have bidden us to remember them in our supplications and prayers, which we offer up unto you, O Lord our God. Those who have already fallen asleep, rebound them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, salvation of us all, hope of us all, healing of us all, and the resurrection of us all. Fizmarotin jamith nich nevran mifsha sinteni gom kiria flogisonek to kata matheon age u fangele tu ana hnuzma. Luxa si kire. Stand up in the fear of God and listen to the holy gospel. A reading from the Gospel according to our teacher, St. Matthew the Evangelist. May his blessings be with us all. Amen. From the Psalms of our teacher, David the Prophet and the King. May his holy blessings be with us all. Amen. I will love you, O Lord, my strength. The rock is my rock, and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust. Alleluia. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord God, Savior and King of us all, Jesus Christ, the Son of the living God, to whom is glory forever. Amen. Now Jesus called his disciples to himself and said, I have compassion on the multitude, because they have now continued with me 3 days and have nothing to eat. And I do not want them to send them away hungry, lest they faint on the way. Then his disciples said to him, where could we get enough bread in the wilderness to fill such a great multitude? Jesus said to them, how many loaves do you have? And they said, seven and a few little fish. So he commanded the multitude to sit down on the ground, and he took the seven loaves and the fish and gave thanks, broke them and gave to his disciples, and the disciples gave the multitude, so they all ate and were filled. Then they took up seven large baskets of the fragments that were left. Now those who ate were 4,000 besides the women and children. Glory be to God forever. Salamullah allazi yafuq. يحفظ قلوبكم في المسيح يسوع ربنا.
I er no vi bashoisis os loni evo jehemmon voken at er no vi os jehemmon at choisis at ko evo Aben allazi fis samawat liyataqaddas ismuka liyati malakut ana lakal magd ila al-abad fis maraot jefiot nim bshirin nim bibnir ma is owat تتريات جيك تنعوش تموت تنتي اوناس We believe in one God, God the Father, the Bantu Creator, created in heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, co-essential of the Father, by whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven, was incarnated of the Holy Spirit and Virgin Mary and became man, and he was crucified for us on Pontius Pilate, suffered and was buried, and the third day he rose from the dead, according to scriptures, ascended into the heaven, he sits on the right hand of his Father, he's coming again in his glory, judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord's life giver, who proceeds from the Father, who is the Father, the Son, is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and one holy Catholic Apostolic Church. We confess in one baptism for the remission of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Forgive me, my father, send me a brother in front of my sin, and pray for me, may God absolve you and absolve. Shleel. Irini pa. Eternal, who formed man in incorruption and death, which enter into the world through the envy of the devil, you have destroyed by the life-giving manifestation of your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ. You have filled the earth with the heavenly peace, by which the hosts of angels glorify you, saying, Glory to God in the highest, peace on earth, and goodwill toward men. Pray for the perfect peace, love, and the Holy Masala. Greetings. Lord, قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستعدين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير طرحنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. Greet one another with the holy kiss. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Yeah, Lord, who are Jesus Christ, the Son of God, hear us and have mercy upon us. Offer, offer, offer in order, stand with trembling, look us toward Look toward the east, let us attend. بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك تيت الله سنة رحمة
أذكار ذي شوب ابني وبشويس ابنوت انتي تيم اثمي ويات شوب خاقا او انيني او ايتو ان اورو شا ايني ويات شوب خنيت تشوسي او گوشت جنت ثبیوت و تفصم یوند به نم بکاهی نم ویوم نم نیتی ان خیتو تیرو افیوتم بن شویس او بن نوت او بن سوتیری سوز بخرستوس فای اتکثم یو ابتر فبول هیتوت فین اوناف ایرو او نمني ايتي ان سنف ايرو او ان ويت همسي جن بيثرون و سنتي بف او او ويت وشت اموف هيتن قمني فين اثو You who are seated, stand. ويت او Arshi angelos ni arshi ni exos ni thronos nemet choiseni go look toward the east and huwa alladhi yaqifu hawlak ash-shirub mumtali'una ayunan والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحوا Yeah.
خوف ورحيم إلى أبد الأبد أطلب
عندما خالفنا وصيد بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدوس ومن العذراء القديسة ما بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من كمال خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقا السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحدين كنحو أعماله. رحمتك يا رب.
لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه في موراس من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبا سيد كل أحد وشكرا. لتلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة. بعد العشاء مزجا من عصير الكرمة وماء وشكرا. القديسين ورسل المكرمين قائلا خذوا اشربوا منا كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعه تشربون من هذه الكاس
تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى ذكرى آلامي المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف والمملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدا نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك إبروس خمين He makes into his holy body. I believe. Amen. This cup also, the precious blood of his new covenant. Again, I believe. God and Savior Jesus Christ, given for the remission of sins and eternal life to us who partake of Him. Yeah, Lord of mercy, Lord of mercy, Lord have mercy. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. يا رب ارحم. وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لينمواب الرليمان سهل لنا طريق التقوى يا رب ارحم اضبطهم والذين في الحداثة أدبهم أعطي بال للكليروس مسكا للرهبان والراهبان يا رب ارحم طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في سر الزيجة كيريا ليس رحمة للذين
في التوبة صلاحا للأغنياء. يا رب ارحم. Magnus to the honorable help to the poor. Lord have mercy. كبار السن أويهم والذين في الحداثة أدبهم. يا رب ارحم. نجاحا للطلبة وعملا للمحتاجين. Restore the unbelievers, may the divisions of the church cease. Lord have mercy. حل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا احسبنا في وحدانية طاعة. To partake of your holies and to the purification of our souls, bodies, and spirits, that we may become one body and one spirit, and may have a share and inheritance with all the saints who have believed you since the beginning. Remember, O Lord, the peace of your only holy Catholic and Apostolic Church. Pray for the peace of the Holy One, Catholic and Apostolic Orthodox Church of God. Lord, have التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأصحاب والزكسين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب بطريركنا الباب الطباوي الأنبت ودروس الثاني وشريك بالخدمة الرسول يا أبينا الأسكف المكرم الأنبى جبريال. يا رب ارحم. And those who rightly handle the word of truth with him, grant him unto your holy church to shepherd your flock in peace. Remember, O Lord, the orthodox higumens, priests, and deacons. Pray for the higumens, priests, deacons, subdeacons, and the seven orders of church of God. Lord, have mercy. كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الأضابط salvation of this your holy place and every place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the salvation of the world and of the city of ours and all the cities, countries, islands, and monasteries. Lord have mercy. والساكنين فيها بمن إلا بك لا No.
بن سوتير جناينان 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 اف نوتو ناينان الى طمأنينة للعالم ومزاجا حسنا للهوى
تفضل يا رب بيت السماء وثمرات الأرض ومياه النار والزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها. Pray for the air of heavens, the fruits of the earth, the rising of the waters, the rivers, the seeds, the herbs, and the plants of the field, that Christ our God may bless them, his creation, which his hands have made, and forgive us our sins. Ya Rabbi Raham, Ya Rabbi Raham, Ya Rabbi Raham. Asaidah. فرح وجه الأرض ليروح الثواب تكسر أسمارها أعد للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا يكون لنا الكفايه في كل شيء كل حين نزداد فيه كل عمل صالح يا رب ارحم شفاء للمرضى راحة للمعوزين يا رب الذين في السبي قبولا للأيتام مساعدة للأرامل المتضايقون اكفهم بالخيرات يا رب والقيام يا ربي ثبتهم الراكدون ذكرهم والمعترفون اقبل إليك طلباتهم يا رب ارحم الخطاه الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنوك احصهم مع شهدائك الذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك ونحن ايضا المدعوين الى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا شويسنيتنا أفناك خون النذورون نمني طاب نوناقو نمني طاب اسمو إيفولي توتو موينا نتيرو بك إمبفكي نبل نخين في أوي سبك ساس تبرتون أجيون تبيون زورون توتون Kasi siyone mon ke brasvero o Yeah.
ضيب شوسوساني بنت مكمونو جاني سنشير يثرين رشبير رفن فنتيني ثواب انتاك ريكا طاك سنين بشويس انت كرف مفي اني ثواب تيرو اطمرناك يا جانب ننيوتي ثواب ني باتريارشيس ني بروميتيس ني ابسطولوس ني ريفيويش ني اف انجلستيس ني مارتيروس ني اومولوجيتيس ني ابن ماني فاني نثمي اتبقو كيفون خين امناتي ان هو اوذيثي ثواب ثمينو اتو امبارثينو سنسيوني فين تيثي اوتو كوس ثواب Σεγμρωτή πυλόγος χεν ομεθμή νεμπι άγιος Ιωάννης μπι ευρωδρομός εμπαυτιστής ο μαρτύρος νεμπι άγιος Στεφάνος μπι αρχής διακονός ο πρώτο μαρτύρος νεμπι θεωρήμος εν ευαγγελιστής Μάρκος μπι αποστόλος εθ Ο μαρτύρος νεμπι πατριαρχής σοαυσαβίρος νεμπι σαγδίς κόρος νεμπι άγιος ασανάσιος πι αποστολικός νεμπι άγιος πέτρος ιερό μαρτύρος πι αρχή έρευς νεμπι άγιος Ιωάννης πι Χριστόμος νεμπι άγιος Θεοδόσιος Nembi agio Theophilos, nembi agios Dimitrios, nembi agios Kyrillos, nembi agios Basilios, nembi agios Rorios Bismav Martyrogos, nembi agios Rorios B. Theologos, nembi agios Gregorios, B. Armeni. Nembi shomti shemeti shmiti thoti chenike Nembi shviti vi ente Konstantinopolis Nembi shvis naventi Ephesus Nembi nyotin thikeos benishti avantonios Nembi thmi avabavli Nembi shomti thoab avamake Σταυροβούρος Νεμπενιώτ αβα Ιωάννης πηγωμές Νεμπενιώτ αβα πίσω εμπίθμι πήρω μην τελειώς Μπίμιν ρί εν τέβε χρέστο Μπίμιν ρί εν τέβε σωτήρεν εν αγάσος وابونا الصديق العظيم البابا كيرلس السادس وقديس الأنبياء إبراهيم وسكور فيهم والجيزة ونخل البحر تلميذه وابونا القديس العظيم الأنبا كراس السائح والقديس أبونا يوسف الأنطوني والقديس أبونا بشري كامل والقديس أبونا ميخائيل إبراهيم والقديس حبيب جرجس رئيس الشمامسة وكل ما صاف قديسيك إننا يا سيدنا لسنا لن أن نتشفع في طباوية أولئك بل هم قيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عودا عنا يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا كن غافرا لآثامنا من أجل طلباتهم
المقدسة ومن أجل اسمك المبارك الذي دعي علينا. Let those who read recite the names of our holy fathers, the patriarchs who have fallen asleep. O Lord, repose their souls and forgive us our sins. الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رغبوا طنيعا في الايمان بالمسيح منذ البدء تفضل يا رب النفوس عبيدك المنتقلين عبدك انور عبد المسيح في ذكراها السنويه فيكتور جرجس اللي هي زكي ادينا حنا فوزي حنا نجي حنا ابراهيم حنا وعبدك ارست ونيمان بشويس إياكي تشينو بسيشي ما امتنوخن ببراضي صوص انتبعونوف خريت خوراين تنخي شائني خني يروساليم انت ادفخن باي ما اتئماف أنون ذيون خانية وين من قويلي إن بايما أري إيرون خن بكناتي أري مطنان إنت كيريني شائبو في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا أيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول وسعد أسرار الإلهية الغي إير المائتة Then Ostenbeck saw
Σωσήν και πίπαν το κράτορ πιόοι σε μπαινότη. Αμήν, αμήν, πρόσευ εξώστη. Κύριε Λέησον, ειρήνη πάση. كل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحم الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما لنينوى فرحمهم الله غفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنه عمل بيوم الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيء بأجيال كثيرة الصوم والصلاة هما اللذان عمل بيوم الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والإب والروح القدس حتى سفكوا دمائهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشكوك الأرض من أجل عظم محبتهم في مالك المسيح
ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مغزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نقصر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السموات ونقول Our Father. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Christ Jesus our Lord, for thine the kingdom, the powers of glory forever and ever. Amen. Imperis to. Chosen gen thought is moero stisami ktebne matiso metavovoseo pros komen in kirialaison 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 tis angis flogitos kirios isos christos eiothegias musemne magion amin iso banagios batir iso banagios seo Ento banagion ebnevmo, amin. Irini pasi. Keto ebnevmati, iso. Somagion keimetinion elithinon, iso Christo toio to Theo imun, amin. Amin. Body and the true blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. Amen. The body and the blood of Emmanuel, our God. This is true. Amen. Amen. آمين آمين أؤمن 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 وأعترف النفس الأخير إن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بلاطس البندي وسلم عنا غرشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدة عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 آمين
Tinahti, tinahti, tinahti. Je saitechen omes miyamin. Atlubu anna wa an kulli al-masihiyin. الذين قالوا لنا من أجلهم مسكرون في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم رتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم Salve nuovo
Alleluia. Aisos be Christos arinis tevin ehreiego. Benehmenin ehou. Benehmenego. Esmo ero. Penopsaltirio. Nemo ukisara. Alleluia. Aisos be Christos arinis tevin ehreiego. Benehmenin ehou. Menego esmo ero khenahan kemkem nemahan khoro alleluia aisos be Christos arinestevi ereiego enehmeneho u nemehmenego esmo ero khenahan kemnem o oragano Serenis tevi ereiegon Benehmenin ehou Benehmenegor Esmo ero Chenhan kem valon Eneseto ezmi Alleluia Aisos be Christos Serenis tevi ereiegon Benehmenin ehou Benehmenegor Egor Esmo ero, chenhan kem balon, enti owi eshle lowi ele, oye, aisos be Christos arinis tevin ereiegon, enehmen egor, niven, maro esmo tiro, efran emetraise ben noti ele, oye, Aisos be Christos arinis tevin ereiegon enehmenin ehou nemehmenegor zoxebetri ke eio ke agio ebnev mati alleluia Aisos be Christos arinis tevin ereiegon enehmenin ehou Nemehmenegor kenin keaim ke estos ke onastonion amin Alleluia Aisos de Christos arinis tevin ereiegon enehmenehou enehmenegor Alleluia Alleluia zuxa Innoti bi alleluia Aisos be Christos arinis tevin ereiegon enehmenin ehou nemehmenegor alleluia alleluia bi ufa binnoti bi alleluia Aisos be Christos ipshiri Emef noti sotem eron Owo nainan jefes Maro oten jefiot Nemepshiri Nembeb nevama esoweb Tetere yeseji kevon Ten oshtemot Ten ti ones Toba lerohama alel mesekin Fene rahma helle alihum Wel mesih yerhamum Fi yomi din wihe lebro Sofihum Siron agib hoa siri Mesih Harag il albariya Liya stari Fagaahu shaitan Biwagih qabiyya Liyugar ribahum Mislal
الإنسان. فقال له: إن كنت مسيح والقول عنك هذا صحيح فقل للحجارة بالتصريح: سيري خبزا يشبع الجوعان. قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب في سفر ديان: ليس بالخبز يحيى الإنسان، بل بكل كلمة الإيمان. نفران نمی فیوت نیم شیر نمیل نمای سواد منوتن تو فیز مراوتن جای فنوتن یاد بند کرتور امین فیز مرف منو گنیس این شیری سوز بخش سوز شیس امین مجدن و اکرام فن نسبح مع الملائ يا ملاك هذه الصعيد الطائرة لو تسبح اذكرنا قدام الرب يغفر لنا خطايانا فن نسبح مع الملائكة قائلين مجد الله في العالى الأرض السلام الناس المصر رسوماتوس كايماتوس مونو جني سيئو مت ألافونتي صفتو أفخارستي So min zok sebetri ke yo ke age yobnev mati somatos ke imatos monogeniseos met elavontis afto efcharisti so min kenin ke im ke estos ionos tonionon ami هذا هو جسد ودم الإله الوحيد اللذان تناولنا منهما فلنشكره ونسبح مع الملائكة وطغمات العلا وصفوف الأبرار صارخين قائلين يا من صام عنا 40 يوما و40 ليلة اقبل إليك الصوم واغفر لي أسامي بتطبات وشفعات سيدة القديسة مريم صوتي أمون وهنينان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوغي سولامي اسمو إيروي تسيمي تانيا كوني إيفولغوم بإسمو شعبك بارك ميراثك رعاهم وارفعهم ارفع شان المسيحيه في المسكونه تكون لها بقوه صليبك المحب السؤالات والطلبات التي ترفعها عنها القديسه الطاهره مريم والسلاسل ملائكه المنير عظمهم مخيل وغبريال بركه داود النبي الانبا كراس الساح بركه القديسه هذا اليوم بركه الصيام الكبير الذي لمخلصنا الصالح بركه الست العذراء وانا خير بركاته وانا تفتش منا جميعا بخريستوس بن نوتي امين ساشو يا ملك السلام اعطينا سلامك كرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوه والمجد إلى الأبد أمين. Make us worthy to great thing for our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation but deliver us from the evil one. Christ Jesus our Lord, for thy kingdom is the power of glory. والآن محبة الله إلهي بنعمة الإبن الوحيد ربنا ولنا مخلص يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكون مع جميعكم. امضوا بسلام وسلام الرب يكون معكم. ومع روحك أيضا. تعيشوا وتصلوا.
Yes.